بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رسم الهندسة شباب، عايزين نستنتج المسقط الثالث للرسم اللي معانا ديت. فأول حاجة بنعملها زي ما حضراتكم عارفين، إن احنا بنبدأ نجيب المساقط بالشكل ده. عايزين بقى نبدأ نرسم السايد فيو. فببساطة كده احنا هنبص للرسم من الشمال. فعرض الرسم هو العرض ده، فلما تيجي تربط المسافات ببعضها ونربط الدنيا كده ببعض، لاحظ ان الخط ده هو الداش ده، تمام؟ يبقى ده الداش ده اخره لغاية هنا كده، بعد كده الخط ده اللي هو بداية هنا، بعد كده عندنا نقطة الميل اللي فوق دي اللي هو الخط ده، تمام كده الدنيا ايه واضحة معانا. طيب الممبر ده هو نفسه الممبر اللي هنا ده، الجزء البليت اللي طالع ده. في النهاية خالص عايزين بقى نبدأ نرسم الكلام ده. ففي حاجات بالنسبة لي كده بديهية خالص، فعايز أنجزها في السريع، ألا وهي مستوى الخط ده. الخط ده عبارة عن مستوى، الخط ده هو الخط ده، فهو المستوى ده من هنا لهنا على طول كده. خلصت الرسمة دي كده، المنطقة دي كده هي الرسمة دي كده. لو تركزوا كده معايا هتلاقوني ان انا ايه بنجزها على طول. شايفين ارتفاع الخط هو نفس ارتفاع الخط، العرض ده هو نفس العرض ده، تمام؟ طيب الخط الميل ده مستوى من فين؟ من الخط ده للخط ده بعرض الرسم. الخط ده اخره فين؟ اخره هنا بالعرض كامل من بدايته من هنا، يعني هو من الاخر خالص كل ده كده. مش ده الخط المائل ده اهو، ده اخره فوق وده اخره تحت. طب ايه الحته اللي تحت دي؟ شايف شايف الخط ده، ده المستوى اللي هنا، المستوى اللي في المنطقه دي كده. طيب يبقى هنا في مستوى بارز على مستوى تاني، يبقى اكيد الخط ده كده هيتقطع، لان المستوى ده بارز على الخط المائل اللي فوق وعلى الخط اللي تحت. طيب كده خلصنا من الكلام ده في السريع كده خلص. لو جينا لشوية مسلمات تانية كده سريعة برضو، إن الخط ده داش، ده فراغ، خلاص خلصت في السريع. إيه الداشين دول؟ الداشين دول دايرة هتبقى موجودة هنا، لنفس الدايرة دي كده هتبقى موجودة هنا في النص. طيب و الدايرة دي لما تبقى موجودة هنا هتديني الداشين دول، والدايرة دي هتديني داشين هنا، يبقى هنا في داش. خلي بالكم ان الحتة دي تقريبا انا نسيتها في رسم المساقط، عشان كده راجعوها هنا معايا، تمام؟ يبقى هنا في داش، والدايرة دي هي اروح رايح واخدها هناك زيها زي ما هي كده، هرسمها هنا برضو. ركزوا معايا، الدايرة دي اسقطها الداشين دول، الدايرة دي اسقطها الداشين دول. فهمتوا الفكرة؟ طيب معنى كده ان هنا المفروض ان في داش ناقص، هنا معناه ان في داش المفروض يبقى موجود في البلان من الاول للاخر. يعني شايف الرسمة دي كده، نركز مع بعض عشان دي خطأ في البلان ذات نفسه. شايف الخط ده، الخط ده اروح رايح من هنا لهنا لازم يبقى داش، ومن هنا لهنا لازم يبقى داش. خلي بالك من الرسم، هتقطع الداش ده من اول الخط ده لاخر الخط ده، يبقى ده كان خطأ فين؟ في البلان. عشان كده بقول لحضراتكم لما تشوفوا فيديو شوفوا التاني، عشان ممكن اكون نسيت حاجة في فيديو ما، فدي نقطة بتبقى موجودة. خلاص ماشي. هنا بقى في السايد فيو، بالنسبة للسايد فيو، الدايرة اللي فوق دي هتبقى مستوى هنا فوق، اخره فين؟ هبص عليه عشان اعرف اخره، هلاقيه عند الخط الاخضر ده. فالخط الاخضر ده اللي هو الخط ده، فالخط ده هيمشي معايا لغايه هنا، وده اخره عند اخر ارتفاع الرسمه دي. يبقى من الاخر كده يعني الرسمه هتبقى عامله كده، هتبقى كل ده كده المستوى ده. يبقى الدايره دي من فوق هتبقى بالشكل ده. طب الدايره اللي جوه دي، ما الدايره اللي جوه دي داش. يعني ايه داش؟ يعني انا المفروض ان الدايره اللي جواها دي
اول واحده دي يبقى داش من هنا لهنا للاخر، وتحت داش من الاول للاخر. طيب هات لي بقى الرسمتين دول، الدايره دي والدايره دي، هاتهم هنا في البلان. هنا في دايره اللي هي هتبقى عند الخط ده، وهنا هتبقى في الدايره الثانيه اللي هي هتبقى عند الخط ده. تمشي مع الخطين دول فوق تلاقيهم هما الخطين دول كده. فالدايره دي هتبدا من هنا وتمشي مع الخط ده كده فوق، ده الاسكوب بتاعها كده كده كده. الدايره الثانيه اللي هي دي تمشي مع الخط ده والخط ده، يبقى هتروح ماشيه ازاي؟ تروح ماشيه كده كده كده، يبقى كده دول الايه الدايرتين اللي هيكونوا موجودين. طيب الداش ده مش هينفع يوصل كده للاخر بتاع الدايره دي، ده هيقطع الدايره دي بس، يبقى ده اكيد هيقف هنا، يبقى الداش ده هيقف هنا. واخدين بالنا يا شباب؟ الداش ده هيقف عند نهايه الدايره دي كده. طيب تبقوا راجعوها دي، مش عارف انا عملتها صح ولا غلط في رسم المساقط، فتبقوا راجعوا عليها كده. المفروض ان انا خلصت، ناقص حاجه واحده بس، ناقص الداشين دول. الداشين دول هم يا شباب، الداش ده والداش ده هو اللي هيبقى موجود هنا، لان هي الدايره دي لما نيجي نشوفها من هنا هتترسم بنفس الشكل. ايه تاني ناقص كده؟ الرسمه خلصت، اظن انها خلصت، واعذروني لو نسيت اي شيء، لان صدقوني ما بيبقاش في وقت ان راجع على الرسم ذات نفسه او راجع على الفكره اللي انا عملتها يعني. فبشكركم يا باشمهندسين، وبسألكم الدعاء، ويا ريت تساعدوني في نشر الفيديوهات عشان نقدر نساعد الناس ونساعد زمايلنا. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.